لما يبقى انا عندي مثلا 40 او 25% تحت بغض النظر عن الرقم، نقل 25% تحت خط الفقر، يعني في 25% لا يستهلكوا. تخيل انت لو وضعت عداله اجتماعيه دخلت 5% من الشعب المصري اللي كان تحت خط الفقر بقوا يستهلكوا. طبعا هيبتدوا يستهلكوا فعدد الانتاج هيزيد، بس المهم هنا برضه انا بحط انا مش عايزهم يستهلكوا واردات، انا عايز يستهلكوا انتاج عشان اعملها. كويس؟ فده مساله مهمه. يعني مسألة اتباع نفس السياسات للأحق بالرد يجب التفكير فيها ويجب إعادة التوازن بتاعها. ده نمرة واحد. ده هيكون مصحوب بإيه؟ هيكون مصحوب بما يسمى بسياسة صناعية. يعني إيه سياسة صناعية؟ سياسة صناعية تستهدف رفع مستوى التكنولوجيا في صادراتنا وفي إنتاجنا المحلي أو في الواردات في إنتاجنا المحلي اللي هيقلل من وارداتنا، وبالتالي هيقل الطلب على الدولار والعمله الصعبه وبالتالي هيقل الضغط على الجنيه. فيجب وضع سياسه صناعيه تستهدف قطاعات بعينها. يجب ان هذه السياسه الصناعيه يعني لها اشكال عديده، قد تكون تاتي عن طريق دعم فتره محسوبه معينه، ياتي عن طريق ان في دعم تكنولوجيا وحساعه تكنولوجيا، قد تاتي عن طريق حتى حمائي. كويس، بس برضه مسألة المالية يجب أن تكون مدروسة وغير مفتوحة زمنيا. يعني أنا أحط صناعة خلال 5 سنين لازم أوصل الهدف وبعد كده أرفع عليها أي دعم. فيجب أن يكون هنالك سياسة، صناعية. هذه السياسة الصناعية بيطالب بها الآتي: تكون مصحوبة بسياسة نقدية موافية، بمعنى إن أسعار الفايدة يجب أن تساعد على الاستثمار، ان يعني حتى السياسه الصناعيه مصحوبه بسياسه ماليه غير تقشفيه ولكن في الحدود الموجود، او حدود اعاده توزيع الموازنه، اعاده توزيع الموازنه واستهداف العداله الاجتماعيه. بمعنى هناك وسياسه تجاريه برضه. يعني ايه سياسه تجاريه؟ يعني تعريفه جمركيه. طب وانا حتى خلال اطار ال WTO او منظمه التجاره العالميه انا ملتزم بمتوسط تعريفه جمركيه، ولكن من حقي ان انا ارفع تعريفه جمركيه على صناعه او احققها على صناعه. انا ملتزم بمتوسط معين، فهنالك مساحه وحاجه سياسات لصنع لوضع سياسه تجاريه تؤدي لتحقيق اهداف السياسه الصناعيه. النقطه الاخيره ولها علاقه بتدفقات رؤوس الاموال. تدفقات الاموال بتحصل برضه لسبب ما يسمى التاكس هيفن، او اللي هو بالعربي ملاجئ الضرائب، ان تجد في دول كثيره عامله ملجا للضرائب، بحيث ان انا كشركه متعدده الجنسيات حتى لو شركه مصريه، يعني انا ممكن اطلع فلوسي في البهامس او في اي حاجه فما بدفعش عليها ضرائب، ودي ظاهره على المستوى العام، على المستوى العام. ودي ظاهره انا في رايي برضه ادت زياده الهوة ما بين الدول الغنيه والدول الفقيره، وذلك هو بين الغنى والفقر في كل الدول. دي هي التوصيات الاساسيه اللي احنا بنوصل بيها، وده عرض سريع على اساس كنت اطلت عليكم، بس اتمنى ان يكون الجزء منها وصل، وبعد كده اي شيء اخر بعد كده ممكن نروح لتطبيق التوصيات. شكرا.